يا رب اللهم امين. يمكن من اهم الفقرات الخدميه اللي موجوده عندنا هي الفقره المروريه، علشان كده نروح دلوقتي سريعا لزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر، علشان نعرف منه احوال المرور النهارده من داخل الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا محمود. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا هدير. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور. يعني بنستطلع مع حضراتكم طبعا حالة الطرق والشوارع والمحاور سواء في القاهرة والجيزة. احنا النهاردة موجودين معاكم في الإدارة العامة للمرور، هنشوف أخبار الطرق والمحاور السريعة واللي بيكون مسافر على المحافظات بشكل عام. في البداية حابب أطمن حضراتكم إن يعني يمكن الأسبوع ده احنا حتى الآن يعني بنشهد حالة استقرار في الطقس، مفيش شبورة في الطرق، مفيش أي طرق مغلقة باستثناء طريق واحد، ده مغلق طبعا من فترة علشان خاطر الأعمال الإنشائية اللي بتتم في هذا الطريق، وهو طريق الكريمات الصحراوي الشرقي طريق الجيش، ده مغلق طبعا للأعمال الإنشائية اللي موجودة. والطريق البديل يا إما بيكون الصحراوي الشرقي القديم أو بيكون طبعا اتجاه آخر وهو اتجاه الصحراوي الغربي طريق مصر أسيوط الصحراوي، ده طريق طبعا جديد ومهم جدا وبدأ يكون فيه يعني الخدمات والطرق فيه بتكون ممتازة جدا. خلينا بقى نشوف أخبار الطرق والمحاور اللي موجودة على الطرق السريعة من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة للمرور. هبدأ مع حضراتكم بأول طريق معانا وأول شاشة معانا، هيكون منزل المريوطية. منزل المريوطية زي ما حضراتكم شايفين هيكون هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي والتجمع وأيضا إلى طريق المنيب، هيكون في سيولة مرورية موجودة، وهذا الاتجاه أيضا هو القادم من المعادي والمنيب والتجمع ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، فهيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. ويمكن منزل المريوطية هو من الطرق الحيوية لأنه طبعا يعني بيكون المسافة قصيرة جدا من حيث اللي هيبقى حابب إن هو يتجه إلى من طريق المريوطية هيتجه إلى منزل المريوطية فيتجه إلى المعادي والمنيب وأيضا الاتجاه الآخر. من منزل المريوطية هنتجه إلى طريق آخر هام جدا وهو طريق الوحاد. طريق الوحاد هذا الاتجاه تحديدا هو الاتجاه المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وطريق الوحاد، وهنا ميدان الرماية هيكون في سيولة مرورية موجودة على هذا الطريق. أيضا هذا المنزل هو منزل المتجه إلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وأيضا الاتجاه الآخر القادم من مدينة 6 أكتوبر والخارج من ميدان الرماية هيكون متجه أيضا إلى جامعة القاهرة وشوارع الجيزة، فهيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الموجودة. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن الخدمات اللي موجودة طبعا لرجال المرور بتكون موجودة طبعا لتسهيل وتيسير الحركة المرورية على طريق الوحاد. بالانتقال من طريق الوحاد ننتقل إلى طريق آخر هام وهو أعلى القوس الغربي. أعلى القوس الغربي هنا بيكون هذا الاتجاه هو المتجه إلى كوبري تحيا مصر ورود الفرج، فبيكون في طبعا سيولة مرورية تامة على هذا الاتجاه. الاتجاه الآخر القادم من كوبري تحيا مصر ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون أيضا في سيولة مرورية تامة. أسفل القوس الغربي هو الطريق الزراعي، فهيكون طبعا في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات الموجودة أو في الاتجاه المتجه إلى تحيا مصر. بالنسبة هننتقل من أعلى القوس الغربي إلى طريق المريوطية. طريق المريوطية وهو طريق حيوي مهم جدا، هذا المنزل هو اللي هيكون متجه إلى منزل المريوطية اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكم من شوية، وهذا الاتجاه هيكون فيه بعض الكثافات البسيطة وده المتجه إلى الطريق الزراعي. أما الاتجاه الآخر المقابل ليه هو المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، بعض الكثافات زي ما قلنا لحضراتكم اللي هنلاقيها هنا موجودة، ده بالنسبة للمتجه إلى الطريق الزراعي. ننتقل من طريق المريوطية إلى منزل الصعيد. منزل الصعيد تحديدا في منطقة المنيب، يعني هذا الطريق بنشهد فيه كثافة على الاتجاهين نظرا طبعا للأعمال الإنشائية والتوسعية اللي بتتم للطريق الدائري. هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي وحلوان، هنلاقي فيه بعض الكثافات اللي موجودة. أيضا الاتجاه الآخر هو القادم من المعادي وحلوان ومتجه إلى مناطق المنيب والبحر الأعظم، وهيكون فيه بعض الكثافات. بالنسبة للمتجه إلى البحر الأعظم هو بعد ما بينتهي من هذه المنطقة اللي فيها بعض الأعمال الإنشائية ينتقل
ننتقل إلى البحر الأعظم في شاشة أخرى، ولكن هنا هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات، سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية والمنيب أو الاتجاه الآخر المتجه إلى المعادي والتجمع. هنا منزل البحر الأعظم تم فتحه طبعا بعد إغلاقه لفترة بسبب الإنشاءات والأعمال التوسعية اللي موجودة، لكن تم فتحه وزي ما حضراتكم شايفين في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه. بالانتقال من البحر الأعظم هننتقل إلى طريق الأوتوستراد. طريق الأوتوستراد من الطرق الحيوية المهمة جدا، زي ما حضراتكم شايفين هذا الاتجاه هو المتجه إلى صقر قريش والجيزة، هيكون فيه سيولة مرورية. أما هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي والتجمع، فيه سيولة مرورية أيضا موجودة على طريق الأوتوستراد. من طريق الأوتوستراد ننتقل إلى دائري المعادي وتحديدا في أبراج سما، هنلاقي إن هنا فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى التجمع، وأيضا هيكون فيه وصلة للعين السخنة، هيكون فيه سيولة مرورية في الحارتين. أما أيضا هذا الاتجاه المتجه بقى إلى المعادي عن طريق الدائري هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة. بالانتقال من أبراج سما هننتقل إلى نقطة أخرى، وهي المتجه إلى شارع التسعين والتجمع تحديدا في طريق سكودا، هنلاقي المتجه إلى شارع التسعين والتجمع الخامس في سيولة مرورية موجودة. أيضا هذا الاتجاه الخارج ومتجه إلى دار السلام، هنلاقي أيضا متجه إلى السلام هنلاقي في سيولة مرورية موجودة في هذه الاتجاهات. بالانتقال من سكودا هننتقل إلى نفق الـ NA، نفق الـ NA في سيولة مرورية أيضا بالنسبة للمتجه إلى مدينة نصر والتجمع الأول، أو الخارج من مدينة نصر ومتجه إلى المعادي عن طريق الدائري. أيضا هننتقل من هذه الشاشة إلى طريق الإمداد. طريق الإمداد تحديدا هذا الاتجاه هو المتجه إلى السويس وأيضا شارع الثورة، وهذا الاتجاه هو القادم من السويس ومتجه إلى منطقة الرحاب، هيكون في سيولة مرورية تامة موجودة في جميع الاتجاهات. لكن بالنقطة أقرب أخرى لطريق السويس، هل زي ما حضراتكم شايفين على هذه الشاشة هيكون طريق السويس متجه طبعا هذا الاتجاه المتجه إلى السويس في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات، وأيضا القادم من السويس ومتجه إلى القاهرة هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات. إذا بشكل عام المحاور والطرق الرئيسية هيكون فيها سيولة مرورية موجودة، بعض الكثافات اللي موجودة زي ما قلنا في منزل الصعيد نظرا لوجود الأعمال الإنشائية، لكن حابب أختم مع حضراتكم طبعا بوسط المدينة أو تحديدا محور 26 يوليو في نقطة أقرب هنا أعلى السودان بالقرب من منزل السودان، هنلاقي فيه سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر أو القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى كوبري 15 مايو. أيضا بنقطة أقرب أخرى دايما بيكون الكثافة اللي موجودة هنا في ميدان لبنان بالنسبة للمتجه لكوبري 15 مايو وقادم من مدينة 6 أكتوبر، لكن الاتجاه المتجه إلى المحور ومدينة 6 أكتوبر في سيولة مرورية موجودة، وأيضا يعني مدخل الشيخ زايد برضو على أيضا على المحور هيكون في سيولة مرورية موجودة. إذا بشكل عام دي كانت حالة الطرق والمحاور الرئيسية، وأيضا محور 26 يوليو بالقرب من كوبري 15 مايو، ودي كانت متابعتنا لحالة الطرق الرئيسية الموجودة النهاردة من داخل الإدارة العامة للمرور. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، برجع لكم في الاستوديو هدير وأحمد مرة تانية. شكرا يا محمود، وفي الحقيقة يعني فقرة دسمة مليانة بكتير من التفاصيل، بس أرجوك بقى رد على التليفون بعد ما نخلص البرنامج عشان أعرف أي الطرق اللي أنا أخدها وأنا ماشي يعني.